وعلى ما يبدو أن كل مرشح يحاول كسب الأصوات في الأيام الأخيرة بل ولحظات، ونعرف من سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية، هاريس أم ترامب. عمرو عبد المجيد موفد التلفزيون المصري من ولاية ماريلاند الأمريكية. عمرو، ضعني في صورة اللحظات الأخيرة، وعلى أي الأوتار يتحدث كل مرشح في هذه الأيام التي تفصلنا عن الجلوس على مقعد البيت الأبيض؟ طيب، تحديدا ولايه ماريلاند هي من الولايات الزرقاء، دائما ما تصوت في الانتخابات الرئاسيه لصالح الديمقراطيين، لكن بالطبع هذه الفتره تحديدا يحاول كل مرشح سواء ترامب او هاريس للعب على اوتار الناخبين حول عدد من القضايا طبعا التي تهم كل ولايه تحديدا، فكل ولايه لها طابع خاص، وكل ولايه ربما تصوت بشكل يتناسب مع الشكل الخاص بها ومع القضايا التي تشغلهم بشكل واضح. ولاية ماريلاند دائما ما تصوت بالشكل الأزرق منذ سنوات طويلة، وهي ولاية ديمقراطية، لكن هذه الأيام يحاول ترامب كسب بعض الأصوات في ولاية ماريلاند تحديدا، وهي أحد الولايات الهامة أيضا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن هذه الولاية لم تصوت للجمهوريين منذ زمن طويل، بالرغم من أن هذه الولاية تصوت في الانتخابات النيابية أو انتخابات الكونغرس للجمهوريين حتى لا تكون الإدارة دائما ديمقراطية داخل الولاية، وبالتالي تكون دائما زرقاء، لكن هذه الولاية تحديدا في هذه الفترة يمكن تتأرجح لصالح الجمهوريين بشكل واضح في الانتخابات النيابية أو انتخابات الكونغرس، لكن الانتخابات الرئاسية ربما بهذا الشكل أو إذا صارت بهذا النهج المعروف فتصير دائما اتجاه الأزرق أو اتجاه الديمقراطيين تحديدا في هذه الفترة. قضايا مهمة جدا بتشغل الشارع الأمريكي وتشغل أيضا ولاية ماريلاند، ومنها طبعا القضايا الداخلية مثل قضية الضرائب وقضية القضايا التجارية أو التعامل الاقتصادي، قضايا الهجرة، وكذلك القضية الهامة هي قضايا أو قضية الإقاهات تحديدا، وهذه أبرز القضايا التي تهم هذه الولاية وعدد من الولايات ذات الحوائط الزرقاء كما يطلقون عليها. قضية الإقاهات تحديدا هي قضية جدلية وخلافية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن هذه القضية دائما الديمقراطيين بهم سهولة شديدة أو لين شديد في هذه القضية، وليس عندهم ثمة مشكلات في هذا الموضوع، لكن الجمهوريين يميلون أكثر تشددا تجاه قضايا الإجهاض تحديدا، وهذا ما يجعل بعض الولايات ومنها ولاية ميريلاند تعزف عن التصويت لصالح الديمقراطيين. لكن على كل حال المتابعين للشأن الأمريكي والمحللين السياسيين يرون أن الولايات المترجحة ستكون لها الكلمة الفصل في هذه الانتخابات، وهي 7 ولايات، وربما أبرز على الإطلاق تكون ولاية بنسلفانيا، وهي التي تتمتع ب19 صوتا في المجمع الانتخابي، وتكون نعم حاسمة بشكل واضح خلال الفترة القادمة. فعلى كل حال الأوضاع والآراء السياسية والمتابعين للشأن السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، التقارب شديد ما بين كامالا هاريس وبين الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الانتخابات، لا نستطيع التكهن إطلاقا بأي موضوعات أو من سيكون سيد البيت الأبيض خلال الفترة القادمة، لكن الأوضاع نعم مع قرب الانتخابات المتحدة تزداد سخونة وتزداد بالطبع التصويت لصالح من سيكون سيد البيت الأبيض خلال الفترة القادمة. سلام. نعم، عمرو عبد المجيد موفد التلفزيون المصري إلى ولاية ماريلاند الأمريكية متابعا لعملية الانتخابات الأمريكية. أشكرك جزيل الشكر.